اول حاجه انا كنقول الله يخليكم الناس اللي كتسوق، الله يرحم لكم الوالدين عافاكم. راه زرب تعطل هذا الراجل ولا هذا المراه اللي كان يتمنى على اولادنا، لان كنا باش الناس يعرفوا حنا كنا في طريق ديال الجبهه بحال غادي الحسيمه، طريق تمايا في الجبال كتبقى غادي وطالع مع الجبل. لو كنت صاب قدر الله ان كنا من الجهه اللي منها الجبل لتحت كنا غنموتوا، ما كناش غنكونوا حيين، لان عندك واحد 300 متر وانت نازل تقدر تموت على الجوع في السماء قبل ما توصل الارض. هاد السيد جاي اللي مضوبل، هاد السيده اللي جايه مضوبله في فيراج، يلاه كيساعد طوموبيله غاديه وطوموبيله جايه، فيراج وخط متصول وجاي ومضوبل وعاطي الفار. الا كنتي كتسمعني ولا كنتي كتسمعيني راه حرام عليك، ما بقايش تعاود راك كنتي غتقتلينا. هي هادي، لان لا يعقل انك جاي مضوبل فيراج في الجبل، فيراج في الجبل وخط متصول كنتي غتقتل عباد الله راه حرام. كاين واحد الفكره اللي اشتغلنا عليها، وكنشكر بزاف محمد الحفيظي على هاد الفكره هادي، اللي ماشي هو مول الفكره ولكن هو اللي عطاني كيفاش انسبيريتها ملي هو عرضنا الله يكثر خيره سميتو المؤسسه ديال لاله سلمى لمحاربه السرطان في دي ملال. نعم سيدي الله يجازيك بخير، الله يحفظك، شكرا. سبحان الله العظيم، خلق الله ما يشاء. فكنقول لكم كما قلت لكم كنشكر السي محمد الحفيظي اللي عرض علينا لهذه المبادره الانسانيه اللي كنا فيها في مدينه بني ملال، السونتر من العيار دولي كبير، ما كاينش عند شي بلاد عندهم، شي بلاد اللي عندها مشكل مع البطاطا والبنان مستحيل يكون عندها هذا السونتر، يعني شي بلاد اللي عندها مشاكل عف باش يسقاو تيران وحاضرين راه مستحيل يكون عندهم هذا السونتر. زعما الله يكثر خير الناس. الفكره اللي جاتني كراس السي محمد الحفيظي والمبادره اللي دار هي انه غادي نجمعوا حنا كعديد من الفنانين سواء في الميدان الغنائي او الميدان التمثيل او ميدان الفكاهه، يعني هاد الناس هادو كنقولوا غادي نبقاو نمشيو عند المرضى اللي كيديروا لا شيميوثيرابي. هاد العلاج بالكيماوي خاصكم تشوفوا كيفاش كيحدث. انا عندي جدي الله يرحمه من بابا مات كونسير، وجدي الله يرحمه من ماما مات كونسير، وعمتي الله يرحمها مات كونسير، وكنعرف علاش كنهضر. لا شيميو ملي كتكون في الطاعه في 20 واحد وكتهبط قطره بقطره فهم معاناة، والسرطان بصفة عامة راه ما كيخلعش إلا درتي فحص مبكر راه مزيان، كنصح كاع الناس يديروا فحص مبكر. والعامل النفسي كيلعب دور، هنا كتجي الدور ديال الفنانين. فغادي نديروا دي سبيكتاكل اللي غادي نوجدوهم، ملي كتبدا الحصة ديال لاشيميو كتدخل الفرقة ديالنا كتونسهم كتضحكهم كدير لهم سبيكتاكل، ربما يكون شي وحدة اللي معجبة ديال حاتم إدار خويا غنعيط حاتم إدار غيجي غيغني ليها لايف وهي كدير لاشيميو، أو لا مغني آخر كذلك غيكونوا مضحكين ولا فكاهيين اللي غادي يجيو يضحكوهم. بالنسبة للأطفال عندنا لهم بروغرام خاص فيهم ناس اللي كيديروا مسرح الأطفال، ألعاب سحرية إلى آخره، وغنكونوا أول دولة اللي فكرت باش دير هذا الشيء في العالم العربي وافريقيا، وغادي نديروها ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء راه ما عادش دوله عندها مشكله البطاطا والبنان.